السلام عليكم. بالنسبة لطلب المشتركين اللي كاينين في الجروب ديال الأرض التمارين، هاد الجروب هذا فكرت باش ندير واحد الخطة أخرى اللي هي مزيانة بزاف وزوينة بزاف. هاد الجروب هذا غنخليوه خاص ب يعني مناقشة التمارين، أو لا الجروب اللي غنشرو فيه التمارين ديالكم، وأيضا الجروب اللي غنبقى ننشر فيه تفرض المحروسة ولا شي تمارين. مثلا غنقول لكم هذا وجدوه الغد ليه، او لو وجدوه العشية وهكذا. اما بالنسبة للفيديو اللي غنسجل يعني ديال الشرح ديال التمارين، سواء دوك التمارين اللي كتقترحوها انتوما اللي ما فهمتوهاش، او التمارين اللي كنعطيها انا في الفروض المنزلية ولا الفروض المحروسة والتمارين اخرى، المهم خصنا نفهموا طرق الاجابة على التمارين الخاصة بكل درس. هادشي هذا هو الهدف ديالنا من هذا العرض هذا. المهم الفكره اللي بغيت نقول لكم، ملي كنسجل شي فيديو ما غنشروش في داك الجروب اللي مجموعين حنا فيه كاملين. علاش؟ حيت مثلا ملي غنشر انا داك الفيديو غيدخل شي واحد اخر مثلا فوق في شي وقيته اخرى غيلقى داك الفيديو ما كاينش، حيت كيكونوا لي كومونتيرات، يعني لي كومونتيرات كيطلعوا ما كيبانوش باقي، او الا دخل شي مشترك جديد ما كيبانوش ليه لي ميساج. هادشي علاش فكرت باش لي فيديو اللي كنسجل ديال الشرح غنصيفطها لكل واحد الحساب ديالو. يعني انت غادي جالس في الدار مرتاح مهني حتى يوصلك الفيديو ديال الشرح، يعني غير يوصلك انت بوحدك. اما بالنسبه للجروب كما قلنا غنخليو المناقشه، وشي واحد ما فهمش شي لعيبه يروح عاد تما، الا كنت في ديك اللحظه راه غنجاوبو، ما كنتش مثلا شي واحد عارف الاجابه يجاوبو وهكذا. يعني هذه هي الطريقة ديال الاشتغال. قضية أخرى، لي فيديو غيتلاحو أيضا في المجموعات ديالنا اللي كاينة على الفيسبوك، باش مثلا إلا لحقت أنا مثلا لا فيديو دابا وما حضرش شي تلميذ، راه يمكن ليه العشية ولا الغدلي ولا سميتو يشوف داك لا فيديو. هذا هو الهدف ديالنا. أما إلا لحقنا في الجروب ديال الواتساب في اللحظة فاش غيجي يقدر يلقى ديك لا فيديو طلعات، حيت مجموعة من المشتركين كي كومونتيو او لا كيهضروا في الجروب. اذا هذه هي طريقه الاشتغال. وبالنسبه للبث المباشر كما قلت لكم، يعني ملي غيقربوا الفروض، يعني بحكم انني استاذ كنعرف فين غيكونوا الفروض، يعني حتى انا كندير الفروض مع التلام ديالي. ديك السيمانه فاش غيكونوا الفروض غنتحطوا على الحصص المباشره بطبيعه الحال اللي كتكون فيها ساعتين واللي كنخدموا فيها تمارين وطرق الإجابة للتمارين، وأيضا كنشرح